مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم مجددا في حلقة جديدة من لست وحدك. منذ 11 من مارس من العام الماضي وحتى 11 من مارس من هذا الشهر ظلت تعز جراحا مفتوحة نازفة، لم يبقى فيها شارع واحد لم يذق طعم الموت، ولا نجت جدران منزل من اهتزاز انفجار أو الاستماع لبكاء على مفقود. ألاف الجرحى من المدنيين الذين قتلوا في بيوتهم أو بالقرب منها، في الطريق إلى السوق، في أماكن انتظار المياه، في المستشفيات. لكن قصتنا اليوم مختلفة نوعا ما. نتابع هذه القصة التي صورها الزميل أنس الحاج وأعدها للعرض الزميل وديع عطاء، ثم نعود. طالت ميليشيا الحوثي والمخلوع كل مكان من مدينة تعز، البيوت والمساجد لم تسلم من قذائفهم العشوائية، بل حتى المقابر نالها من أذاهم نصيب. بجوار جامع السعيد بحي عصيفرة تقع مقبرة الشهداء التي لا تكاد تخلو من الزائرين لذكرى أحباب غيبهم الموت. في هذه المقبرة يعمل فهيم، شاب عشريني امتهن خدمة القبور وعمل في تربتها حتى حل يوم 20 من يوليو 2015. أبا واحد ذكرني اشتي 3 قبور. طيب قلت له طيب على طول ولا يهمك، دخلنا نجهز القبور هذوم. يعني الساعة كذا 10:30 ابني كان واخي جنبي، أنا صلح اللحد وابني واخي جنبي، ما عاد إلا أنا سمعت الصوت مع طلع عتوش، أطلع أبصر ابني مقدول فوق القبر هنا، واخي شعط من هنا، واخي الثاني برضو المغالحق خرجوا، وبن صهرتي برضو هذا ومغالحق خرجوا، ونصر برضو هنا بنا خالتي، يعني كل إحنا أسرة الذي تصوبوا بالقذيفة ذي. المشهد فوق الوصف، خيم الهلع في المكان وحل الذعر، واستبدل السكون بالعويل والآهات. يا رب يا قنديل الصحة والقوة، يا رب دمر وندمر ما بعد ما تحت ما فوق. هذه كان موقفي بصراحة يعني صعب، إيش أقول لك يعني، إيش أقول لك يعني، ما قال ما نعمل، قلت ما يعني مع أبو معي، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. قضيفة قال له هون يرش القبور، دخلت المقبرة حق الشهداء، كان منهم 6 نفر، 2 اللي ماتوا بقوا 3، وواحد الصواب بيده قليل، السادس قلبي موقوع ما قدرش أهدر كثير. كان الألم مضاعفا، فقد حدثت المأساة على مقربة من الأب وعلى مرأة من الجدة الأم. كيف يكون بك الحال وأنت ترى فلذة كبدك تبعثره القذائف وتمزقه شظاياها؟ يعني طلعت أشوف ابني مقدول بعرض القبر، يعني كان جنبهم، يعني شلنا الضربة حق القذيفة لا بعيد مسافة، كيف ايش بيكون شعوري؟ اجي اشوفه يعني كله دم، ما ادري ايش اسعف ابني ولا اخي،
ولا بن خالتي ولا بن صهري ولا ما ادري ايش يعني اسعف منهم خلاص يعني 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 صعب قاع الايام مره قويه كنت قاسي هناك اشوفهم هون بالمزرعه ساعة ما قال قضيفة حط مع شفنا إلا الغبار ويقول قال يطروا لها فوق وينزلوا اثنين نزلوا ميتين واربعة اللي تعوروا واحد تعور حاجة بسيط بيده وثلاثة اللي تعولوا عور بليغ عادوا واحد من عيالي عاد لحد الآن مريض الثالث واثنين اللي شلهم ربي. شهور عدة انقضت منذ حدثت تلك المجزرة لكن معالمها ما تزال محفورة ليس في ذاكرة الكبار فحسب بل على أبدان الضحايا الصغار. نزلنا رشينا القبور إلا ذي قدنا نحن مروحين إلا ذي حطه كنا نرش القبور القضيفة حطه وإحنا تعورنا واحد تعور هنا واحد دخل له من هنا للقلب وحبه من هنا مكان القلب أنا قال لي حبه من هنا دخل للمعدة. لا تزال الآلام تنحت أجسادهم الصغيرة وأرواحهم. هنا تجمع رمزي ومحمد وإسماعيل وزيدان ومدين ونصار قبل أن تفرق القذيفة شملهم. بشجاعة وبراءة يشرح لنا إسماعيل ونصار تفاصيل ما جرى وبألم يستذكر الأطفال بعض مشاهد الموقف الدامي. أما السيدة صفية فلها مع الألم قصة، فهي أم لأحد الضحايا وجدة لآخر. بأسى وحزن تستعيد بعض التفاصيل. كان مع صحن يبيعنا رقيلة نزل يبيع للقوال هناك اللي يرش القبور ويبيع لهم رقيلة بن صحن. أشوف الصحن قاطل للقو وبنقاه بالأرض مبطوح، هذي اللي ذاك اللي بن قلبي بن عيوني بن أذاني حتى صوته ما سمعتوش. قضت وحشية القتلة على سعادة هذا الأب، لم تبقي له من ولده إلا ذكرى تستدعي حضوره يوميا إلى القبر ليرويه ببعض الماء ويبتهل إلى الله بجواره بما تيسر من دعاء يطلب منه العون على الصبر، فليس من السهل نسيان هذا الألم. لكن لماذا يستهدف الحوثيون الأبرياء؟ ما ذنب الأطفال؟ اش دخل اطفالنا طيب اللي هن باخر الدنيا ناس يكونوا يرقد داخل بيوتهم امنين وقع على فوقهم اش ذنبهم؟ سؤال منطقي طرحته ام الطفل الشهيد. لم تعد هذه الام تبالي بسلامتها ولا بحياتها بعد ان فقدت فلة كبدها، بل ان الم رحيله ادى لمضاعفات صحية ترفض معها الذهاب للطبيب لانها كما تقول تريد اللحاق بولدها. أنا لا تجيت قضيفة كتشر روحي أنا مش مبالي عاد، أما عيالي شفدي روحي عليهم من يوم الحادث الشق حق واري مواصل مش عارفة إيش فيه ولا رضيت حتى تعالج أشتي موت الحق ابني. بس ستبقى دماء عشرات الأطفال الذين قضوا جراء مجازر الميليشيا الوحشية معلقة في ذمة الحكومة حتى تقتص لهم من قاتلهم، وستكون كابوسا يقض مضاجع المجرمين حتى تتحقق العدالة. وحتى تستتب شؤون الدولة سيتعين على القائمين على الحقوق وزارة أو منظمات الاستجابة لمطلب هذه الأم ومناشدتها. أنا أطالب وناشدهم بمحاكمة الجنى اللي عملوا ذا العمل بعيالنا بس، ولا أشتي أي حاجة منهم غير محاكمة الجنى بس. مطلب مشروع وطبيعي لتأخذ العدالة مجراها، ومع وجود دولة تنتمي لمجتمعها وتؤمن بقيم العدالة لن يكون الضحايا وحدهم. لن يكون الضحايا وحدهم. لن يكون الضحايا وحدهم. لن يكونوا وحدهم ولا يمكن أن يكونوا وحدهم
في ظل دولة تحترم التزاماتها وتنفذ تعهداتها وتنتمي لمجتمعها بالطبع، وهي الدولة التي يناضل لأجلها كل مقاوم شريف. مشاهدينا، ننتقل إلى الرأي القانوني حول قصتنا هذه مع المادة التالية. هذه واحدة من قصص جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تمكنت قناة بلقيس من توثيقها وبثها، في حين نتحدث عن أكثر من 8,000 حالة قتل خارج إطار القانون مارستها ميليشيات الحوثيين وصالح خلال عام، طبقا للتقرير السنوي الذي أعلن عنه مؤخرا لتحالف المنظمات الحقوقية في اليمن، والذي يضم 10 منظمات من كبرى المنظمات الحقوقية في اليمن. هذه الحالة في الحقيقة نموذج صارخ لمدى استهانة ميليشيات الحوثيين وصالح بحق الحق في الحياة للضحايا لليمنيين بشكل عام. نحن نتحدث بالمقابل عن حالة من التوحش تمارسها هذه الميليشيات في استهداف حياة المدنيين بشكل مباشر وهمجي دون أي مراعاة لأي مسؤوليات قانونية أو أخلاقية. في الحقيقة هناك قصور كبير ربما في مسألة توثيق ورصد مثل هذه الجرائم، ربما بسبب القمع الوحشي أيضا الذي تمارسه هذه الميليشيات ضد الشهود سواء صحفيين أو راصدين حقوقيين. لكن بالمقابل هناك نماذج صارخة كهذه القصة، يعني يمكن أن يقاس عليها حالات الإعدام خارج إطار القانون، سواء بالقصف العشوائي أو بالإعدامات الميدانية أو حتى التعذيب حتى الوفاة داخل السجون. في الرقم الذي أشرنا إليه قبل قليل 8,000 أو أكثر من 8,000 حالة إعدام خارج إطار القانون، بين هذه الحالات أكثر من 500 طفل وقرابة 500 امرأة سقطوا بنيران ميليشيات الحوثيين وصالح خلال عام وفقا للتقارير الحقوقية. تحاول ميليشيات الحوثيين وصالح في الحقيقة التهرب من مسؤوليتها الجنائية والمدنية والأخلاقية إزاء هذه العمليات، عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، لكن في الحقيقة المسؤولية واقعة دون أي شك. فهذه الجرائم سوف يتم ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها سواء من قيادات هذه الميليشيات العسكرية أو حتى الوجه المدني الذي يبرر لهذه الميليشيات باعتبار أن هذه جرائم تنتهك القانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قانون الحرب. هذه الجرائم والانتهاكات تنم أيضا عن عقلية متفلتة من أي مسؤوليات قانونية أو حتى سياسية وأخلاقية إزاء الحرب التي تشنها على اليمنيين منذ أكثر من عام. هناك توصيفات حول هذه الجماعات بدأت تطفو على السطح، إن كانت جماعات إرهابية أو غير إرهابية، وإن كان لا يزال الجدل محتدما بشأن إيقاع وصف الإرهاب على جماعات أو ميليشيات أو جماعات عنف معينة في المنطقة العربية، ومع أيضا الوضع في الاعتبار مسألة الاستخدام السياسي لوصف الإرهاب أحيانا من طرف بعض الأنظمة الحاكمة لوصم المعارضين السياسيين، غير أنه في الواقع لا يمكن إلا أن تكون ميليشيات الحوثيين جماعة إرهابية بامتياز لسبب بسيط، هو أنه كل تعاريف الإرهاب التي نوقشت في المؤتمرات الدولية وفي العرف الدولي تنطبق كليا على جماعة الحوثيين. بالمقارنة مع حزب الله في لبنان الذي أعلن مؤخرا عن كونه جماعة إرهابية، من باب أولى أن تكون جماعة الحوثيين جماعة إرهابية لاعتبارات مهمة في مقدمتها، أن هناك يعني شبهة أن يكون حزب الله على الأقل في السابق مقاومة مسلحة في وجه إسرائيل.
بينما انكشف بشكل واضح في الآونة الأخيرة والأحداث الأخيرة كشفت عن أنه أداة لقمع الداخل لا غير، وأنه يعني جماعة عنف إرهابية مارست القتل والترويع تجاه السوريين وحتى في الداخل اللبناني. بالنسبة لجماعة الحوثيين لا يوجد أصلا مبرر لنشأة هذه الجماعة، جماعة العنف التي قامت منذ الوهلة الأولى على ثقافة الكراهية والعنف والأحقاد، وبالتالي فهي من باب أولى جماعة إرهاب مسلحة بكل ما تعنيها الكلمة. يحاول المتمردون الحوثيون وحلفائهم التهرب من مسؤولياتهم القانونية إزاء جرائم القتل خارج إطار القانون بالحديث عن أن المقاومة الشعبية هي طرف في الصراع، وفي الحقيقة هناك خلط متعمد لمسألة حق الدفاع المشروع عن النفس الذي تمارسه المقاومة الشعبية والتي انطلقت في هذا الحق من يعني تحت ضغط العدوان الميليشياوي الذي ارتكبته جماعة الحوثيين منذ نشأتها، مرورا بإسقاط الدولة وتقويض مؤسسات الدولة ووصولا إلى احتلال المدن وممارسة كل جرائم العدوان ضد المدنيين. وبالتالي المقاومة الشعبية هي حق مشروع للدفاع عن النفس طبقا للقوانين الوضعية أو حتى للفقه الإسلامي الذي يوصف حق الدفاع عن النفس بدفع الصائل. كل القوانين القديمة والحديثة أكدت على حق الدفاع المشروع عن النفس، وهو مدافعة عدوان بكافة الوسائل الممكنة، وإن كان هناك ضوابط معينة حددتها هذه القوانين أو العرف الدولي لحق الدفاع المشروع عن النفس، أجزم بأن المقاومة الشعبية في اليمن تراعي بشكل كبير هذه الاعتبارات وهذه الضوابط، وبالتالي لا يمكن محاولة التهرب من مسؤوليات الحوثيين وحلفائهم في جرائم الحرب وجرائم انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذه الحرب بالحديث عن أن هناك صراع بين هذه الميليشيات وأطراف مسلحة أخرى، لأن هذه الأطراف المسلحة الأخرى إن كانت المقاومة فهي تمارس حق الدفاع المشروع عن النفس وليس غير ذلك. شهدت مدينة تعز من الخسائر ما لا يمكن أن يستوعب، لكن هذه المدينة الصامدة والصابرة تنتصر على الدوام. هذه المادة تلخص خسائر المدنيين في تعز خلال الفترة الممتدة من 24 من مارس 2015 وحتى 17 من يناير 2016، وهي الأرقام التي أوردتها منظمات حقوقية في تقرير أصدرته مطلع فبراير الماضي. أعزائنا المشاهدين، مادة أخرى وهي الجزء الثاني لأهم القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
التي وقعت عليها اليمن وتلتزم بها بموجب القانون الدولي وتعد جزءا من قانونها الوطني. نعرض هنا ملخصا لعناوين المعاهدات وتواريخ التوقيع عليها، كما نعرض الآن الجزء الثاني، وفي الحلقة القادمة سنعرض الجزء الثالث منها، ونأمل أن نسخر هذه الفقرة من البرنامج لواجب التعريف بحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات المتعلقة بها. نذهب ثم نعود. في الحلقات القادمة سنعرض الجزء الثالث من هذه المادة، ثم سنحاول عرض مواد مختصرة لأهم النصوص الضامنة لحقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية وكذلك الدستور اليمني. لا تنسوا أن وسائل تواصلنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. العناوين تظهر تباعا أسفل الشاشة. فهيم، تم الرصد، في أمان الله.